يتيمة دي باش يكسونا للعيد الله يقويهم قباش كسونا وما خلوناش نقول قدام الناس في العيد والله يجازيهم نشكرهم شكرا جزيلا فرحونا بكسوة العيد إذا عتشلف نشكرها كسوة العيد مهم اللي يكثر خيركم واللي يجازيكم وانت ربي تفرحونا بالكسوة علي لعلي ألقى يدا كريما ألقى يدا كريما. بمناسبة الشهر الفضيل برنامج وتعاون من الإذاعة الجزائرية محطة الشلف يطلق مبادرة كسوة العيد للطفل اليتيم. أطفال يتامى بحاجة إلى من يرسم البسمة في وجوههم ويبث الفرح في قلوبهم. فإلى كل من لديه قلب ينبض حاول معنا إسعاد قلب يتيم كل سبت بدءا من 11 صباحا.